جيدة تقول توجد علاقة عكسية بين الاستثمار ومعدل الفائدة على القروض. فرضية، شوف موجهة. لماذا موجهة؟ لأنه كلمة عكسية. كلمة عكسية، أنت وجهت العلاقة أنها عكسية، يعني لما ارتفع معدلات الفائدة تقل الاستثمار، وإذا انخفض معدلات الفائدة ترتفع مستويات الاستثمار. قروض، البنوك الآن تقدم قروض ومعدلات الفائدة مرتفعة، تحسن حجم الاستثمار محدود لأنه تكلفته مرتفعة عليه الفوائد. لو خفضت البنوك معدلات الفائدة ستجد الناس كثيرين يأخذوا قروض ويعملوا استثمارات. واحد يعمل مصنع، واحد يعمل مزرعة، واحد يعمل باص، واحد يعمل بقالة، واحد يعمل استثمار. فلماذا قلنا موجهة؟ لأنها حددت نوع العلاقة عكسية. أما لو قلت توجد علاقة وما ذكرتوش كلمة لا عكسية ولا إيجابية، لو قلت بس توجد علاقة بين الاستثمار ومعدل الفائدة، ليست موجهة، غير موجهة، ستكون هنا غير موجهة. لو قلت توجد علاقة بين الاستثمار ومعدل الفائدة، موجهة، غير موجهة، غير موجهة. لأنه ما قلتش لا فرضية ولا عكسية، فهي غير موجهة، توجد علاقة. طيب إيش نوع العلاقة؟ هل هي موجبة ولا عكسية؟ اتصلنا لك، ما حددتوش. نعم. تسمى هذه موجهة إذا حددت اتجاه العلاقة، وتسمى غير موجهة إذا لم يحدد اتجاه العلاقة. ما ذكرهاش صح، عادي نضيفها لك. عامل الوثقية والبديلة، يعني هو مسك بس الإحصائية، يعني الإحصائية هو مركز على هذه الضيفة هذه. كأنه البحثية أحيانا طبيعة الحال قائمة على الإحصائية ولا البحثية؟ نعم على الإحصائية أغلبها، يعني الآن الحديثة، يعني حتى لذلك الآن واحد من الانتقادات التي توجه يمكن لأبحاث يقول لك البحث هذا يعني نظري، ما في بوش لا جمع بيانات ولا إحصاءات. وبعدين نجيل البيانات برضو عاد نحن في مثلا نحن في العلوم الإدارية نفضل البيانات، نفضل الأبحاث التي تعتمد على نماذج فيها بيانات من الميدان، يعني سلاسل زمنية، مثلا معدلات الاستثمار والفائدة. مثلا جيب لي بيانات قيم الاستثمار لعشرين ثلاثين سنة ومعدلات فائدة عشرين ثلاثين سنة، ودرسي العلاقة بينهم دراسة قياسية إحصائية. ننتقد نحن الدراسات القائمة على الاستبيانات، إنه تعمل استبيان وتجلس تسأل أسئلة تقول لك والله يعني المعلومات اللي حاصل عليها من الاستبيانات تكون ضعيفة، لأنه تخضع للحالة النفسية وللتعاون من قبل الباحثين ولا لا المستجابين، يعني تجي تسأله مثلا وهو في حالة نفسية منزعج يجيبك إجابات سلبية، تجي له مرتاح نفسيا زي الرواتب مثلا أو الحوافز، لو جيت تسأله مثلا مرتاح في مكافآت في كذا يقول لك الوضع على ما يرام والمؤشرات كلها إيجابية. لو تجي تسأله منزعج يقول لك الوضع خربان وكل شيء ولا في حاجه صايره. هذا بيقول لك دكتور، ها انا في صدد يعني في راسي ان حتى موضوع التدريب اثر على تحسين الاداء على مضغي الجامعات، يعني انا اتسابع سلسله في الطرح هذا. ايوه كيف نجيني نقول الله التدريب وكذا هو مع شهاده. ايوه يعني بس التدريب مهم جدا دكتور، بس انت تحاول انه شوف في ظل في حاجه معينه مش والله حاجه إنه التدريب موقف لو أكثر من ثلاث سنوات، يعني ممكن إحنا عملنا بسبب الميزانية دورة، لأنه كل الموازات الشرعية هذا جامعة موقف. أيوة صحيح، معانا دورة عملناها في ممكن قبل شهر خمسة شهور أربعة شهور. بإيش من مجال؟ في مجالات الإدارة، الإدارة تدريب إدارة. هذا بالنسبة ممكن دكتور لما يكون البحث للطالب ممكن أنا طالب إحصائيات أو نزول ميداني، ممكن دكتور فضل. احيانا تكتب السبيان كيف يعني انت عم تطرح موضوع السبيان؟ ايوه انه في انتقادات انه احيانا يجيب معلومات مش صحيحه. ايش البديل؟ من 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 الهنات او من هذا الضعف على الابحاث ذات الاستبيان، انه الملاحظه يعني انت واستبيان عن استبيان يختلف، وايضا يعني طريقه وضع الاسئله وقبل تحكيم الاستبيان، يعني مثلا انت توضع له سؤال في القرر الاولى ويمشي له ثلاث اربع خمس ست اسئله وتعيد له السؤال بصيغه اخرى بحيث تشوف انه هل في تناقض بين اجابته على السؤال الاول واجابته على السؤال الثاني، بحيث المحتوى واحد الجوهر واحد بس هو يجيب لك بطريقه مختلفه. السؤال اللي بطرحه السبيان
بالماكسير ممكن ضروري يعني تعمل ماكسير يعني تعمل رسالة ماكسير هذا ضروري، لكن نتكلم عن البحث اللي أنت طالب مننا مثلا تعمل بحث في بوس بيها. ايوه هذه الاستبيانات عادة يعني تكون استبيانات انتم تعدوها بشكل سريع بعد الاطلاع على الدراسات السابقة. انت بتطلع على الدراسات السابقة تشوف كيف حقهم من الاستبيانات وتبدا تشوف مدى صلاحية الاسئلة هذه او الاستبيانات هذه لنموذجك انت. التكييف كيف مثلا ايوه مثلا نستخدمها الاسئلة مثلا دراسة عملت مثلا في الاردن في مصر في اي دولة وتوجد مجموعة من الاسئلة في الاستبيان هذا، انت تشوف صلاحية الاستبيان هذا لموضوعك اذا استفيد من التضييف نعم الاستبيان لا تستفيد منه بحيث انك تاخذ نفس الاسئلة بس فقط تضيف او تغير منها وتحذف وتضيف تضيف بحسب طبيعة البحث. ربما الوقت في شيء لو من الاستبيان ربما اقصد انه نستفيد من البحوث حق الدراسة السابقة بالنتائج بدون الاستبيان مقابلة عمله فعليا. لا هو شوف احنا عشان نعطيكم مدى مش انه يعني مثلا احنا الان بتبداوا انتم من اليوم تبداوا تعدوا الخطط بنمشي الحين احنا شويه ونشوف اعداد الخطط خطط البحث وبعد كذا انتم بتبداوا يمكن من السبت القادم من مثل هذا اليوم بتبداوا في اعداد مثلا الجوانب الاستبيانات او تحديد النماذج النموذج المعرفي اللي قلنا قبل شويه هذا الذي هو مثلا تحديد المتغيرات المستقله من المتغير التابع يا اما بتحدد انت يا اما استبيان يا اما سلاسل زمنيه وفي بيانات تسمى مقطعيه مثلا انه اكثر من متغير لنفس السنه. طيب احنا نتكلم بكل اذا كان استبيان يعني كيف كان استبيان مثلا أيوة. ايوه اذا كان استبيان مثلا خلاص بنقول لك ارجع لدراسات سابقه وشوف الاستبيانات تبعهم كيف هي واستفيد من الاسئله شوف ايش تقترح انت مثلا اضافه عليها حذف منها يتناسب مع طبيعه المجتمع المحلي او بتعرضها طبعا علي انا اقول لك هذا اوكي تمام هذا مشهود اطبقه اضيف هذا اعرف هذا وبعدين بشكل سريع كذا بنقول لك نعمل تحكيم التحكيم نمر على 2-3 من الخبراء اساتذه مثلا في الجامعه وطرح لو سمحت رايك يا دكتور حول السبيان هذا يشوف يقول لك هذا تمام ضيف هذه احذف هذه ما لهاش داعي اذا مكرر هذا كذا هذا بالنموذج يعني يعتبر تحكيم بنموذج السبيان نموذج يعني قبل ما ننزله بعدين لما قالوا المحكمين هذا يقولوا انه تمام انت تجي تاخذ ملاحظاتهم كلهم تصبح جاهز تنزل الميدان بعدين للمستجابين. طيب يا دكتور اذا حصلت مثلا عنوان يعني يدعي نفسه تماما هي دراسه سابقه ما في ايوه في ابحاث يعني لا توجد لها دراسات عمليه مثلا سابقه او توجد مثلا بعض الدراسات لكنها نظريه هنا يكون انت جهدك 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 يعني احنا بنحتاج جهدك انت مثلا على الاقل البنك المركزي قد لا تجد انا دورت ما حصلت ما بتحصلش لانه اصلا ما يتغلقش البنك المركزي هو اصلا ما يتغلى الا اي دوله ما حدث شنو البنك المركزي يتغلى يعني زي ما يقولوا لا صيانه يعني ما حدثش المشكله عندهم ها ما حدثش المشكله عندهم حتى الصومال يمكن صومال ما الصومال عجيب احنا سلوك عندنا عجيب يعني سلوك غريب اخلاقيات الشعب الله احنا ندعي احنا الايمان والحكمه ومش عارف ايه باقي لنا عند حاجه صغير ونصبر المصير الاول ها ايوه على الجيل الاول مش معقول ينطبق على الوضع الحالي لا صحيح هذا اخلاقيات استسحق اخلاقيات دخيله هذه تسمى سلوكيات دخيله يعني انه سلوك غريب ما هو لا سلوك الاباء ولا الاجداد يعني انه يعني وصلنا للحرب في القرن 21 نتحارب بكل انواع الاسلحه والناريه يعني مش معقول يعني الحرب انه جسد المعارك حق زمان ايام الجاهليه يعني نفس الشيء الان صعب انك انت قالت لي يا دكتور كان ما تزور على الاعراض ولا على المسنون ايوه صحيح ولا حتى على المنشات يعني انت لما تكون الان مبنى من 10 طوابق ما شاء الله يعني مظهر حضاري واضافه حضاريه تجي تنسفه يعني ما هو الحقد هذا على ايش؟ يعني بالاخير شيء تقتل شخص داخله ولا اشخاص يعني في الاخير كم هو الهدف هذا يعني وعلى ايش تقاتلوا اصلا؟ على ايش تقاتلوا؟ نحن اللي بنينا نقاتل على ايش؟ لا هذيك الثروة ما فيش هدف ما فيش هدف كبير ما أعرف 500 القرعة بزيد الله لا ضيعنا البلد كمان القرعة. طيب فوائد استخدام الفرضيات إعطاء الباحث تفسيرا أوليا للظاهرة محل البحث يعني مساعدة الباحث نفسه في تفسير ظاهرته توجيه مجرى البحث نحو الحل الملائم للمشكلة يعني وضعك في الطريق الصحيح لحل المشكلة وتوجيه الباحث نحو المعلومات والبيانات الملائمة التي تفيد الباحث في إنجاز بحثه. تفسير العلاقات بين متغيرات البحث من خلال تحديد العلاقة بين مثلا شوف هنا الاستثمار متغير يعني باقي مثلا أنا بقول بعدين والله أصير بقول وفقا للنظرية المالية
قال لي نظريه الاستثمار، لانه العلاقه بين الاستثمار ومعدل الفائده عكسيه، اذا اي تساوي داله ب ار، ار معدل الفائده واي هنا الاستثمار، اي تساوي اي زيرو ناقصا سي ار، حيث اي زيرو هي الاستثمار التلقائي بغض النظر عن معدل الفائده. يعني لو ما فيش داخل معدل الفائده كم سيكون حجم الاستثمار؟ هذا الاستثمار التلقائي او الاستثمار الثابت، وهو حجم ثابت يعني. بعدين ناقصا لتعكس العلاقه العكسيه بين معدل الفائده والاستثمار، هذا الاستثمار وهذا معدل الفائده العلاقه عكسيه كده. اي الاستثمار يعني انه لما يكون هنا معدل الفائده واحد تكون مستوى الاستثمار هو اي واحد. اذا انخفض معدل الاستثمار، معدل الفائده اذا انخفض الى ار2 سيرتفع الاستثمار الى اي2، معناته علاقه عكسيه. ينخفض معدل الفائده يزيد الاستثمار. صح. فتجد صيغتها بشكل داله هكذا. بعدين معناته هذا سي 0 هذا اول سي معلمه تقيس حساسية الاستثمار للتغير في معدل الفائدة. ايوه. الان انا وصفت الان النموذج هذا توصيف علمي وفقا للنظرية المالية او وفقا للنظرية الاقتصادية. بعد كذا انا بجيب عمل الان بجيب قيس اشتري قيس نفسي هذه كم هي؟ بجيب البيانات للار ل 20 سنة. بيانات معدل الفائدة مثلا سنة 1990 كم كان معدل الفائدة على الإقراض؟ 7%. 91 كم كان؟ 8%، وهكذا. وأيضا مستوى الاستثمار من عام 1990 إلى 2016، أرقام موجودة في تقارير الجهاز المركزي للإحصاء وتقارير البنك المركزي للمالية. فهذا متغير تابع وهذا متغير مستقل. الفرضية لما أقول أنا توجد علاقة عكسية بين معدلات الفائدة والاستثمار، معناته أنا افترضت فرضية موجهة اللي هي توجد علاقة عكسية. أختبرها الآن من خلال أدخل البيانات في برنامج زي الـ SPSS يعني على الأقل في الجهاز في الكمبيوتر، وأجري التحليل بيطلع لي المعلمة إشارة تطلع ناقص أول شيء، معناته إنه العلاقة عكسية صحيح. وإنه غير هذه السالب تشير للعلاقة العكسية بين المتغيرين، فتطلع لك لما تجي انت تحلل الجهاز يطلع لك السالب المعلمة هذه، معناته انه صح علاقة عكسية، معناته انه الافتراضات العلمية ثبتت موجودة، الفروض العلمية انه العلاقة عكسية. بعدين تشوف المعلمة الإحصائية حق هذه حق المعلمة، المعلمة هذه مثلا لو طلع لك بول 90 مثلا طلعت هذه المعادلة، طلعت لك مثلا هذا 200 هاي تساوي 200 زائد اذا السي بوينت 9 ار، اي ان معدل التغيرات معدل الفائدة تغيرات معدل الفائدة تفسر 90% من سلوك التغير في الاستثمار، 90% من تغيرات الاستثمارات تسببه او تفسره تغيرات معدلات الفائده، بينما ال 10% الباقي تفسروا عوامل اخرى ان احنا مش قادرين نعرف ايش هي، يعني ما ضمناهاش في النموذج، مش عارفين ايش هي. تيجي الاقتصاد القياسي يقول لك ضيف وما زيد البيزيليون، هذا البيزيليون تي المتغير العشوائي هو اللي يفسر ال 10% الثانيه. تيجي تقول للعلماء ايش هي ممكن تكون العوامل هذه، يقول لك والله الوضع السياسي، واحد يقول لك تعال هنا عند النموذج حقك هذا قول له زائدا سي 1 الوضع السياسي مثلا اللي هو الكونديشن بوليتيكال كونديشن، ايوه بوليتيكال كونديشن مثلا بوليتيكال كونديشن، تيجي تقول له هذا وضع ممكن يكون متغير. واحد ثاني يقول لك مثلا احتياطيات البنك المركزي مثلا او احتياطيات الدوله من العملات الاجنبيه او مثلا وجود سوق الاوراق الماليه زي اذا سي سي 2 فاينانشال ماركت متغيره ممكن تكون. انت بعدين انت هل تقدر تبرر علميا وفقا للنظريات الاقتصاديه والماليه هل المتغيرات هذه صح تضيف؟ هل ذكرت مثلا في دراسات السابقين تقدر تروح انت تضيفها هذا؟
دكتور ضروري نسقوا لنا على البي اس اس. ها؟ ضروري ناخذ البي اس اس هذا البرنامج. الاس بي اس اس ضروري يا صاحبي. اي نعم نعم نعم. سيد انا كلمت الدكتور بديع تكلمه وقولي كيف نعمل لهم دوره الاس بي اس اس الاحصائي مهم مهم جدا دكتور اذا اضطر يعني لو عملنا طلبنا انه شغل الشغل بالطريقه القديمه القداوه استخلاط النتائج اللي هو التوصيف النظري توصيف نظري لا لا معك استبيان كيف كيف تخلص بنتائج من الاستبيان الرياضيه هو طبعا ممكن الان شوف هذه لما تيجي شوف هذه المعادله هذه هي عباره عن معادله انحدار انحدار اي على اي انحدار ار على اي انحدار بسيط مثلا انه لما نجي نقيس المعلومه الاولى مثلا ايش تساوي سميشن الاكس واي على سميشن الواي تربيع اللي هي الاسلوب المي مثلا البي هذه كتبناها سي يعني هي عباره عن المين والحد الثابت هذاك الاي زيرو هذا يساوي ال انفستمنت ايوه يعني انفستمنت ايوه لكن ايش كيف نقيسه؟ نقيسه عن طريق يعني النموذج كله اي ناقصا المعلمه بي وشقيقتك انت عارفها في قيمه الار كل سنه جوري لكم انا كيف يشتغل ده يعني بس خلينا نقول في موضوع متقدمه شويه طيب نجي الى طرق الصياغه ذكرناهم هذه طيب نوضح الفرضيه السريه والبديله هذه تقاس انك تحدد العلاقه تقول مثلا هنا الاتش زيرو تسمى بصيغه النفي قال لك هذه الحاله لا توجد علاقه قويه بين اسلوب الاشراف الاداري وبين انتاجيه العمل لا توجد علاقه بين ارتفاع قيمه الاسهم في السوق الماليه وارتفاع عوائدها الماليه هذه يعني ممكن نكون غير موجهه سلبيه يعني شوف لا توجد النفي لا توجد ايوه لا توجد ممكن تكون هي الموجهة بس بطريقة يعني قابلة للقياس الإحصائي الفرضية البديلة الآن موجهة بصيغة الإثبات هذه لا توجد هنا توجد الفرضية البديلة البديلة نعم مثلا إذا قلت التصفرية لا توجد علاقة قوية بين أسلوب الإشراف الإداري وبين إنتاجية العمل H0 H1 توجد علاقة فردية حددة توجد علاقة قوية بين أسلوب الإشراف الإداري وبين إنتاجية العمل، شوف هنا أخونا لا توجد علاقة قوية. هنا توجد علاقة قوية بديلة. نعم. ما هو يا إما نثبت أنها فيه أو ما فيش. فلذلك هذا الصفرية وهذه البديلة. شروط الفرضية يعني شروط العلمية الفرضية أن تتماشى مع الحقائق العلمية، أي لا تتعارض مع حقيقة علمية، مثلا العلاقة بين معدل الفائدة والاستثمار عكسية. النظرية الاقتصادية والنظرية المالية تقول أنها عكسية، ما نجيش نقول توجد علاقة موجبة بين معدل الفائدة والاستثمار، معلش معناه انك تعارض حقيقة علمية. باء ان تصاغ الفرضية بطريقة تمكن الباحث من فحصها واختبارها، اي تكون قابلة للاختبار. تكون قابلة انك تختبرها. مثل ايش؟ مثل اذا كان استبيان مثلا تصيغ له مجموعة من الفقرات تقدر الشخص الذي انت تستجيبه انه يقراها ويفهمها ويجيب لك، يجيب. يعطوك اجابة يعني. وإذا كانت رقمية خلاص الأرقام أكيد أنها قابلة للتحليل الإحصائي. يعني إذا في أرقام خلاص إذا ما في أرقام أنت تصيغها بشكل يقدر يعطوك إجابة. يعني يمكن مثلا بالاستبيان تعرض الأسئلة على حسب الفرضية، على يكون إجابة. أيوه نحن لما نوصل للاستبيان كيف نضع الاستبيان وشروطه بتشوف أنه مثلا أنت تكون الكلمات جزيلة واضحة ولا تحتمل معنيين أكثر من معنى معناته أنه أنت الذي بيقرأها الموظف اللي بيعطي له يقراها يقدر يعطي لك اجابه او يختار اذا انت عامل له خيار وان تصاغ الفرضيه بالفاظ وتعابير واضحه وان تكون الفرضيه خاليه من التناقض وان تتناسب الفرضيه الموضوعه مع موضوع البحث ومشكلته ومع الهدف يعني انه تكون الفرضيه مشتقه من المشكله اذا كان احنا نقول هي حل مؤقت للمشكله فمعناته اكيد انها مشتقه من المشكله نفسها حدود البحث هذا موضوع بسيط الحدود يعني انه عادة ما توضع في الأبحاث الحدود المكانية والزمانية والموضوعية الموضوعية تقول والله هذا البحث في مجال الاستثمار في النظرية المالية هذا الحدود الموضوعية يعني أنه من أي موضوع تشتقه الحدود الزمانية تقول مثلا يهتم هذا البحث ب الزمنية مثلا في السنوات من 1990 إلى 2015 تحدد فترة زمنية للدراسة والحدود المكانية تقول
اختصر هذا البحث على الجمهوريه اليمنيه مثلا، البيانات الماخوذه من كتب الاحصاء السنويه في الجمهوريه اليمنيه مكانيه. يمكن عمل البشريه يعني